الدعوة حول تفسير سورة مريم، وبعض الومضات التفسيرية العلمية حول سورة مريم إن شاء الله. فشيخنا قبل ما نخش في تفصيل الآيات الخاصة بسورة مريم، الأول أول لمحة عندنا إن سورة مريم ترتيبها في القرآن الكريم هي السورة رقم 19، فهل في أي دلالة على هذا الرقم مع السورة قبل ما ندخل يعني ونبدأ نفصل في تفسير الآيات والكلمات والمعاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني في كل كلمة وكل رقم في القرآن هناك سر وإعجاز، فالله تبارك وتعالى جعل سورة مريم رقمها 19، ولكن هذا العدد عندما نتعمق ونتدبر ونتأمل فيه نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا هذا الرقم منذ بدايات نزول القرآن. يعني سورة المدثر رقم ترتيب نزولها 4، هي رابع سورة نزلت من القرآن، ونزل فيها قوله تعالى عن أصحاب جهنم، أصحاب النار أو ملائكة العذاب، قال تعالى عليها 19، ثم قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. من هنا يعني يمكن أن نستوحي أو نستنبط أن الله تبارك وتعالى ربط الرقم 19 بأهل الكتاب، يعني قال عليها 19 ثم قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فهذا الأمر الحقيقة ملفت للانتباه، يعني عندما نذهب السورة رقم 19 نلاحظ أنها سورة مريم التي هي محور اهتمام أهل الكتاب. يعني في العقيدة المسيحية مثلا السيدة مريم هي محور العقيدة، هي وابنها المسيح عيسى ابن عليه السلام. فلذلك الرقم هنا لم يأتي عبثا، وارتبط ارتباطا وثيقا بكلمات وحروف وآيات هذه السورة المباركة. لكن في البداية احنا بنقول ان 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 رقم 19 له دلالة قرآنية ذكر في بداية السورة التي انزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان لها دلالة وليها خصوصية بأهل الكتاب، وكذلك سورة مريم اللي هي السيدة مريم محور أساسي لأهل الكتاب، نزلت برضو في القرآن الكريم في الترتيب في الرقم 19 إشارة إلى هذه العلاقة اللي ربنا ربطها بالرقم ده. تمام؟ كويس. طيب يبقى الرقم السورة ليه دلالة وإشارة لأهل الكتاب. هنا كلمة هنا مريم ذات نفسها، كلمة مريم ذات نفسها، نعم كلمة مريم ليها دلالة أخرى. نعم قبل أن ننتقل إلى اسم السيدة مريم، الحقيقة الذي يلفت الانتباه أن هذه السورة بدأت بحروف مقطعة ألف كاف هاء عين صاد. تمام. في بدايتها حروف مقطعة كاف هاء ياء عين صاد، ونحن نعلم أن في القرآن هناك لغز أو سر لل الفواتح، تسمى السور ذات الفواتح النورانية التي عددها 29 سورة. عدد السور ذات الفواتح 29 سورة، تبدأ بسورة البقرة ألف لام، تنتهي بسورة القلم نون، والقلم وما يسطر. فهذه 29 سورة، حتى سبحان الله يعني رب العالمين يعني رتب سورة مريم ليأتي بعدها بعد سورة مريم 19 سورة ذوات فواتح. يعني هذه تستدعي التفكير. يعني أنا كمان لا أستطيع أن أرى أن الله قال لي ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وذكر رقم 19 وأشار إلى عدتهم، أي إلى العدد، وما جعلنا عدتهم، يعني يقصد الرقم 19 له علاقة بأهل الكتاب.
عندما نذهب للسورة رقم 19 نجد سورة مريم، وعندما نذهب للسور التي بعد سورة مريم نجد أن القرآن يحوي 95 سورة. عدد السور بعد سورة مريم 95 سورة، لأن القرآن 104 سورة. مظبوط. 96 14 طرح 19 في 5. يعني هناك عدد من السور بعد سورة مريم هو من مضاعفات العدد 19. هذه ال 95 سورة، ال 95 سورة التي فيها يعني جاءت بعد سورة مريم تحتوي على 19 سورة ذوات فواتح. يعني ممكن أصلاً 95 سورة بعد سورة مريم، هي أصلاً 95 ده برضو بيقبل الاسم الصحيح على 19. تمام، 19 مضروب في 5. يعني أنا هنا جدول، لو تأملت معي هنا مع حضرتك، أنا لدي هنا جدول كما نرى هنا سورة مريم، هل هي واضحة؟ تمام، واضح. سورة مريم تمام 14. عدد السور بعد سورة مريم كم عدد السور؟ أنا حددتها 95، اللي هو 114 ناقص 19 تديني 95 سور. تمام، أيوة. يعني هنا إذا قمنا بإدخال الرقم 95 مثلا سوف نجد أنه يساوي 19 في 5. مضبوط. نعم، هذه لو قسمنا على طول بالآلة العادية، عشان لو الناس مش عندها البرنامج، قسمنا على طول هيطلع برضو على مش هيطلع رقم بدون كسر، فمعنى بيقبل الاسم الصحيح. يعني 95 على 19 بيطلع النتيجة على الآلة الحاسبة المباشرة بخمسة، معناها أنه قبل الاسم الصحيح على الخمسة. نعم بالضبط. هذه السور ال 95 كم سورة ذوات فواتح بينها؟ السور ذوات الفواتح هنا عددها 19. كيف علمنا؟ هنا لدي البرنامج، نستطيع هنا أن نعرض، يقول لك تحديد السور ذات الفواتح. ال 29 سورة هذه هي سور الفوائد، تبدأ بالبقرة، آل عمران، الأعراف، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، وهكذا حتى سورة القلم. هنا سورة مريم، هنا سورة مريم. يوجد بعد سورة مريم طه، سورة ذوات فواتح، واحد طه، اثنان الشعراء، ثلاثة أربعة ستة الروم، سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19. يعني لدينا 95 سورة بعد سورة مريم، 19 في 5، وبين هذه ال 95 هناك 19 سورة ذوات حروف مقطعة. بالنسبة لسؤالك المتعلق بقصة مريم عليها السلام، يبقى احنا كده بس كده، انا بس تلخيصا، يبقى احنا كده عندنا نقطة مهمة جدا، ان احنا عندنا مش بس سورة مريم جات رقمها 19، لا، والسور ذات الفواتح بعد سورة مريم 19، وعدد السور التي بعد سورة مريم كاملة هو برضو من مضاعفات الرقم 19. تمام، يعني هما 95. ده كانت الايه الملاحظات الخاصة بالرقم 19 في عملية ترتيب السورة ما بين سور ايه القرآن الكريم كلها. نعم الآن دلوقتي نرجع بقى للسؤال بتاع كلمة مريم ذات نفسها، هل ليها علاقة بالرقم 19؟ أنا لدي هنا في البرنامج استطيع أن أقوم بشيء لطيف جدا، أن طبعا أختار الرسم العثماني، رسم العثماني، لأنه هو المعتمد حقيقة، ومن هنا أختار سورة مريم. أنا أريد أن أفصل سورة مريم عن القرآن. هو بدأ يعرض هذه سورة مريم، كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخره. حقيقة أنا لدي هنا في البرنامج ميزة هي مربع الحروف، هذا هو مربع الحروف. تمام، الحروف
نستطيع أن نعرف عدد حروف كل آية أو كل سورة. طيب سورة مريم، بالنسبة لسورة مريم 98 آية، هي 98 آية. الحقيقة لو هنحدد كلهم الآيات جميعا كويس، وأردنا أن نعرف عدد حروف اسم مريم في سورة مريم، يعني مثلا حرف الراء كم مرة تكرر؟ دعنا نبحث عن حرف الراء. تمام، سأشغل هنا جمع الحروف، تشغيل جمع الحروف لكي يجمع مباشرة أمامنا. حرف الراء، الميم عفوا، مريم، حرف الميم، تمام، الراء تكرر 167 مرة، الميم 167، 287. إذا حرف الميم هنا، دقق معي هنا على الماوس، هنا على اليسار، حرف الميم 267 مرة، 167 حرف الراء، أيوة. وحرف الياء، الياء 342، 342، تمام. الميم الأخيرة، نحن نبحث عن حروف اسم مريم، ميم، راء، ياء، ميم، ميم، الميم مكرر، حرف الميم الأخير المكرر، يعني مع يعني الميم قصادها 287، الراء قدامها 167، الياء 342، والميم تاني هيبقى قدامها برضو نفس الرقم، ايه 287. انظر هنا الى المجموع كم هو مفاجئ، مجموع حروف مريم في سورة مريم. أنا أود أن أخاطب بهذه الحقيقة كل ملحد يدعي القرآن كلام بشر، أقول له لغة الأرقام تنطق بالحق. الرقم كده مجموعه 1083 في سورة مريم كم؟ 1083 كده المجموع 1083 يساوي، أنا بجمع معاك على الآلة، مظبوط، نعم. 19 ضرب 19 ضرب 3، يعني لا يعقل أن المصادفة تجعل سورة مريم رقمها 19، وبعد سورة مريم هناك عدد من السور من مضاعفات العدد 19، 95 سورة، 19 في 5، عدد الحروف ذات السور ذات الفواتح بعد سورة مريم أيضا 19 سورة، وتجعل عدد حروف مريم في سورة مريم 1083 حرفا يساوي 19 في 19 في 3. الحقيقة أو نقدر نقول برضو أنه يقبل الاسم الصحيح 19 فيها 57 على طول، يعني لو يعني 57 في 19 على طول بيديك 1083، تمام بالضبط، يعني في قسمة صحيحة، يعني الرقم قابل للقسمة الصحيحة بدون قصور على رقم 19. الآن الرقم 19 له دلالة وهو رقم سورة مريم، والتسعة الثانية هي عليها 19 لها دلالة، ولكن الثلاثة ما هي؟ الثلاثة يعني نعجب إذا علمنا أن الرقم ثلاثة الظاهر هنا لدينا في المعادلة يمثل عدد مرات ذكر مريم في سورة مريم، مفهوم؟ واذكر في كتاب مريم، أيوة خلاص، وقالوا يا مريم وأنا لك، وقالوا لقد جئت شيئا فريا، قد جئت شيئا فريا، وفي الآخر عيسى بن مريم، آخر ذلك عيسى بن مريم، ولك عيسى بن مريم. انظر معي هنا أنا سأختم لكي لا أطيل على المشاهد الكريم، سأختم بهذه ما أطلتش، إحنا لسه ما يعني ما عملناش، لم ننهى لأي شيء، لسه بنتكلم في اسم السورة يعني وفي ترتيبها. هذه السورة صدقني يمكن أن نجلس 10 سنوات ونحن نتأمل ونتدبر ولا ننتهي، فقط سورة مريم فيها من العجب، سبحان الله، ما يعني يعجب الإنسان. انظر أنا آخر مرة
ورد فيها اسم مريم في سورة مريم هنا، ذلك عيسى ابن مريم. وأول مرة وردت في السورة في الآية رقم 16، واذكر في الكتاب مريم. أفصل هذه. يبقى أول مرة تذكر، ذكرت في الإيه؟ في الآية رقم 16. الآية رقم كام؟ 16. 16، واذكر في الكتاب مريم. إذ انتبذت الآية الشرقية فاتخذت من دونهم حجابا، قالت إني أعوذ بالرحمن، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنا يكون لي غلام، كذا كذا كذا. انظر عيسى ابن مريم كم رقمها هنا؟ 19. انظر آيات 19، يعني عدد الآيات اللي هو من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى ابن مريم، يعني من بداية القصة لنهايتها 19 آية. هل واضح؟ بدا من بدايه ايه 16 وبعد كده 17 18 19 20 لغايه ايه 34، مجموع الايات ديت اللي اتحدثت من اول لفظ مريم الى نهايه اخر مره ذكرت فيها سيدنا مريم هم 19 ايه بالضبط. يعني القران استخدم 19 ايه ليعبر لنا عن قصه السيده مريم. واخر ايه انتبه معي آخر آية رقمها 34، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي ترون، وعدد حروفها 34. انظر هنا عدد حروفها 34 ورقمها 34. 34 ما سر الرقم 34؟ سنكتشف الآن ونختم به إن شاء الله. إن شاء الله. عن اسم مريم في القرآن كم مرة تتوقع؟ أتوقع 34. 34 مرة. هو 31 آية على ما أتذكر، 31 آية صح؟ أيوة، و34 نتيجة. الآيات مكتوبة هي عند حضرتك 31 آية، وفي عندنا ثلاث آيات مكرر فيها. مذكور فيها مرتين. ورد اسم مريم مرتين. في آيات فيها اسم مريم مرتين. يستخدم 19 آية في سورة مريم ويختمها بآية رقمها 34 وعدد حروفها 34 وذكرت السيدة مريم 34 مرة في المصحف. اسم مريم ذكر 34 في القرآن، يعني اتصور أن يعني هذه طبعا هي كمقدمة يمكن أن نعتبرها لإعجاز سورة مريم. نحن لم نتحدث عن الإعجاز الذي ينتظرنا في هذه السورة العظيمة، لسه في حاجات كتير يمكن أن يعني في حوار قادم إن شاء الله أو في الجزء الثاني نستكمل هذه الحوارات. انظر معي هنا أول مرة ورد فيها اسم مريم، وأتينا عيسى ابن مريم. هذه أنا الآن يعني اكتشفتها الآن أول مرة فيها اسم مريم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لاحظ معي هنا كم عدد الحروف الأبجدية المستخدمة في بناء هذا؟ 19 حرف. 19 مع انها ايه كبيره، كونت من طويله جدا، يعني تتطلب اكثر، ولكن القران استخدم في اول مره ذكر فيها اسم مريم في القران استخدم 19 حرفا لبناء اول ايه تتحدث عن مريم وتتحدث عن اهل الكتاب، يعني فيها لقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات، فهو بيتكلم عن أهل الكتاب وبيذكرهم كمان فكلما جاءكم رسول، يقصد طبعا أهل الكتاب بما لا تهوى أنفسكم فريقكم تقتلون. اللي هي أول قصة أول حاجة حكيناها اللي هي أهل الكتاب وعلاقتهم بالرقم 19 من أول سورة المدثر. ثم انظر معي، يعني أنا أستكشف لك الآن أن كلمة رسول هنا كلما جاءكم رسول رقم 19. انظر هنا
19 واضح؟ سبحان الله، جميل. اه طبعا واضح جدا. الكلمة يعني رقم، حتى كلمة رسول ليقول لك أن هذا الرسول على حق، سيدنا عيسى وسيدنا موسى والأنبياء جميعا هم على حق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا تقتلون. فهذا الأمر يعني أتصور أن هذه السورة تخفي الكثير والكثير والكثير، يعني لأن الله قال عن الرقم 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ثم قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، ثم قال إنها لإحدى الكبر. لابد أن يكون هناك إعجاز مذهل في هذه السورة العظيمة، عندما يطلع عليه أهل الكتاب سيصلون إلى مرحلة اليقين بهذا الكتاب العظيم، وأنه كتاب من عند الله تبارك وتعالى. يعني نتمنى إن شاء الله إن إحنا يعني نلتقي بإذن الله في استكمال لتفسير علمي ورقمي وطبي، يعني جميع العلوم المختلفة، لأن عندنا برضو قصص تانية في يعني سيدنا زكريا وإزاي قدر يخلف وهو في السن دوت، فيها إعجاز في حاجات خاصة بالطب، في عندنا حاجات خاصة بال يعني علوم مختلفة كتير. فان شاء الله نتمنى من ربنا ان يوفق، يعني ونتمنى من حضرتك ان فعلا يعني تنقل علينا من تفسير بشكل علمي لايات الكتاب. ان شاء الله يعني ربنا يوفقك يعني وييسر لنا.